بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المتابعة أو المواكبة لتقديم الدروس في هذا الظرف هذه، غنطرق اليوم لدرس نموذج مصر نموذج تنموي عربي. في هذا الدرس هذا غادي نحاولوا نطرقوا فيه لجوج المحاور. المحور الأول غيكون فيه عملية الوصف كما مولفين كان في الأقسام ديالنا، ثم العملية الثانية غادي تكون عملية التفسير. بالنسبة لعملية الوصف غنبداو بالقطاع الفلاحي. غتشوفوا معي الوثيقة واحد الصفحة 128. هذا العنوان ديال الوثيقة هي خريطة الفلاحة والصيد البحري بمصر. كتلاحظوا معي على أن معظم الأراضي الصالحة للزراعة في مصر فهي تمتد على طول ضفاف نهر النيل. هذه المنطقة هذه كتسمى دلتا نهر النيل. إذا طول ضفاف نهر النيل توجد الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى وجود مناطق الري على الساحل ديال البحر الأبيض المتوسط في الجهة الشرقية، ثم وجود الواحات. هنا كاينين الواحات، مفهوم. إذا العنصر الأساسي في الفلاحة المصرية هي نهر النيل الذي توجد به أراضي صالحة. إذا مشيتوا معايا الوثيقة جوج، كتلاحظوا باي إلى هنا وصفنا الأراضي الصالحة للزراعة. نرجع للوثيقة جوج، كما قلت لكم جدول تطور الإنتاج الفلاحي بمصر للمنتج الزراعي والثروة السمكية بملايين الأطنان. كتشوفوا معايا الفلاحة، القمح، قصب السكر، القطن، الابقار، الاغنام. كتلاحظوا معايا 2010 2011 2012، الى لاحظتوا معايا ان الانتاج الذي يقدر بان الانتاج مرتفع فهو يقدر بملايين الاطنان. العنصر الاول ارتفاع حجم الانتاج، العنصر الثاني هو تنوع الانتاج الفلاحي، هناك قمح، قصب السكر، قطن، الابقار، الاغنام، اضافه الى ان مصر تحتل بعض المراتب المتقدمه في بعض المنتجات الفلاحيه. اضافه الى القطاع الفلاحي فمصر جنوبها صيد السمك، قطاع الصيد البحري. علاش؟ حنت مصر منفتحة على وجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، زيد عليها نهر النيل الصيد النهري. أيضا نهر النيل كيستافدو منه المصريين في إنتاج الثروة السمك. لما تعرفنا على القطاع الفلاحي ندوزو الوثيقة ثلاثة باش نتعرفوا على خريطة أنواع الصناعات في مصر. عملية الوصف، إذا قلت لكم سؤال مثلا صف الأنشطة الصناعية في مصر، كترجع لهذه الخطوة، لهذا المفتاح هذا، تيبان لك صناعة غذائية، صناعة معدنية أساسية، نسيج، منتجات كيماوية، إسمنت. إذا مصر تتوفر على أنشطة صناعية متنوعة. كتلاحظوا معي على أن معظم الأنشطة الصناعية فهي توجد بالمدن الكبرى مثلا القاهرة، طنطا، الإسكندرية إلى آخره، وبالضبط والمنصورة. بالضبط هذه المنطقة هذه تسمى كما قلنا في الخريطة ديال الفلاحة تسمى بمنطقة دلتا النيل، وأيضا على ضفاف نهر النيل يعني أسيوط إلى آخره. وهنا توجد أهم المنشآت الصناعية في مصر، وهنا يتم عملية الإنتاج الصناعي في مصر، مفهوم. إذا معظم الأنشطة مصر تتميز بوجود أنشطة صناعية متنوعة، وتتمركز معظمها في المدن الكبرى وخاصة في منطقة دلتا نهر النيل. دوزو الوثيقة الموالية، القطاع الموالي اللي هو قطاع السياحة في مصر. هذا القطاع هذا، هذا النص هذا تيبين لنا الأهمية ديال القطاع السياحي في مصر. الأهمية ديال القطاع السياحي في مصر هو أنه هو القطاع الأساسي، ديروها في بالكم، القطاع الأساسي اللي كتعتمد عليه مصر هو القطاع السياحي. علاش؟ فالقطاع السياحي في مصر يعتبر مصدر العملة الصعبة 12.5 مليار دولار، يساهم ب 12% من الناتج الإجمالي، ويوفر فرص عمل كثيرة، فهو قطاع أساسي في مصر. إذا كتشوفوا معي في هذا النص هذا فهو كيبين لنا أنه مصدر رئيسي للنقد الأجنبي أي العملة الصعبة، مصدر رئيسي للاقتصاد القومي، يجلب 12.5 مليار دولار سنويا، ويشغل عدد كبير من السكان. جدول مؤشرات القطاع السياحي كتبين لنا أيضا أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري. وشكرا.